ما أسوأ ما ممكن أن يحصل إذا استمر الوضع الانسداد على ما هو عليه وماكو موازنة؟ يعني أنا أعتقد أنه القرار قيد الحكومة الآن بالصرف، ويعني خصوصا في الجانب الغذائي ممكن أن نعاني من مشكلة كبيرة يعني خلال ما تبقى. تفاصيلها يعني؟ جراح مهددين بالجوع لأنه مفردات البطاقة التموينية غير كافية، واحنا معدلات الفقر في ارتفاع. يعني تقرير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يؤكد معلوماتي انه معدل الفقر ترى اكثر من 38%، مو 28%. يعني ايش قد؟ 38%. ايش قد؟ 38%. صح. 20% اللي هم تحت خط الفقر. تقرير البنك الدولي يقول 8 مليون عراقي تحت خط الفقر. طيب انا اريد تفاصيل اكثر دكتور، احنا هنا هسه نتحدث يعني تفاصيل، نتحدث عن مستحقات فلاحين راح تنصرف لو لا؟ ما اعتقد راح يصرفونها. ما تنصرف. ما تنصرف. طيب بعد القرار حتى لو كانت لديهم التخصيصات ما راح تصرف الحكومة، لأن المحكمة حملتهم المسؤولية عن أي صرف ممكن يكون خارج ال. طيب مفردات البطاقة التموينية؟ لا طبعا. ما تكفي يعني فهمني، ما تكفي شهر شهرين حتى يتم شهر. لا هو المشكلة أني ما أعرف قد عندهم هسه تخصيصات. هو خلص تخصيصه أبو التجارة يعني، هو المشكلة طول يعني الشهر الجاي ما عنده. ما عنده لا ما عنده.